ارتداء الكمامة وبوابات التعقيم والتوعية ورش المطهرات، كل دي إجراءات احترازية بتتخذها النوادي للوقاية من فيروس كورونا، ومنها نادي الزمالك. بعد أن وافقت الحكومة على عودة فتح الأندية ومراكز الشباب والنشاط الرياضي، ولكن بضوابط احترازية ووقائية شديدة للغاية حتى لا يتعرض أحد للإصابة بفيروس كورونا، على أن تكون أقصى طاقة استيعابية 25% فقط. إن شاء الله أخذنا التدابير اللازمة المنصوص عليها طبقا لتعليمات وزارة الصحة، تعقيم بوابات التعقيم على الباب، قياس الحرارة، محدش بيدخل النادي إن شاء الله إلا بالكمامة. إحنا طبعا عندنا الحمد لله التعقيم شغال باستمرار من أول الباب لحد كل الأماكن اللي بيخش فيها الأعضاء. تعقيم يعني على طول إحنا بنعقم كل ساعة على الأقل. كل عضو بيجي بيتمسح مكانه، المكان اللي كان واقف فيه فيه مسافات، معمول علامات عشان المسافات، عشان كل عيلة أو كل فرد داخل يبقى بينه وبين قدامه المسافة المطلوبة. على الجانب الثاني من الأعضاء كان في حالة رضا تامة، وده كان رأيهم. أنا شايف أول ما جيت إن النظام مظبوط جدا، الاشتراكات فاتحة ومنظمة، و حتى لما كنا بنخش واحد واحد ومعقمة تعقيم جيد جدا جدا، فشيء كويس ان انا المكان اللي انا هخش فيه انا والاولاد او احفادي يبقى على الاقل معقم، يعني ما بقاش خايفه وانا جايه النادي. في تيسيرات كويسه، في راحه للناس طبعا، الشماسي والكراسي، النظام ما نخشش الا بالتعقيم وبالكمامات، وفي هنا في الاشتراكات المسافات بعيده، ما في ازدحام خالص، عاملين لنا استراحه بره حلوه جدا عشان ما نتعبش، مسهل لنا كل الامور. رغم التعايش التدريجي اللي بدأ العالم يتجه ليه في التعامل مع فيروس كورونا، بدأت الحكومة في تخفيف الإجراءات اللي فرضتها للسيطرة على المرض والعودة إلى الحياة الطبيعية مع الالتزام بكل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. أي القاضي، الحياة اليوم.